خلينا نروح لواحد من نجوم المنتخب المصري ونجوم النادي الاهلي السابقين، كابتن احمد ابو مسلم نجمنا، واكيد كلامه عن المنتخب هيكون مهم، ازاي تتعامل في المباراه القادمه، وجهه نظره ايضا من خلال رؤيته لمباراه الامس. كابتن احمد تحياتي ليك. حبيبي يا روح، ازيك يا روح؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ عامل ايه يا حبيبي؟ كله كويس، كل مشاهدينك بخير وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب كابتن احمد، مبروك لمصر امبارح. وان شاء الله نبارك يا كابتن في يعني مباركه كامله في الماتش التاني ان شاء الله. الله يبارك فيك يا روح. طبعا اكيد الموضوع مش صعب، المهمه مش صعبه الحمد لله. الشوط الاول من شوطين بالظبط، الشوط الاولاني عملناه في مصر بنجاح الحمد لله، الشوط التاني هيبقى في السنغال طبعا. هيبقى الموضوع صعب شوية، بالذات انت عندك الخصم قوي جدا، عنده عناصر مهمة في جميع الخطوط. ميزة المنتخب السنغال يا فاروق ما بيعتمدش على ساديو ماني لوحده، وعنده قوة وسرعة ومهارة في نقل الهجمة في أسرع وقت من الثانية. وأنا كنا شايفين امبارح الحمد لله يعني الدفاع والروح بتاعتنا والتكتيك اللي كان عامله كروش نوعا ما كان قافل مفاتيح اللعب الموجوده. والدليل على كده يا فاروق اللي انت عندك كل العناصر بتاعت السنغال محترفه في انديه ابطال اوروبا، المحترف في بايرن ميونخ، المحترف كوليبالي في نابولي، عندك الباك ليفت في راجل موجود في نادي في فرنسا في فرنسا، وعندك السيرت باك اللي ورا في باريس سان جيرمان بيلعب اساسي. فانت عندك مش بيلعبوا في فرق اوروبيه عاديه، بيلعبوا في ابطال يعني فرق اوروبيه تاريخ عريق. فالموضوع اللي احنا شايفينه ان شاء الله احنا مسينا نص الطريق. اكيد المسانده الشعب امبارح وكل الجماهير كانت قلبها على الماتش. هو الناس كانت او عامه يا كابتن احمد ممكن اسالك سؤال، البعض كان منتظر النتيجه تبقى اكبر من كده، هل ده كان من المعقول؟ يعني هل ده كان من خلال رؤيتك للمنتخب السنغالي ورؤيتك كمان للمباريات؟ خلي بالك كابتن احمد، المباريات الخاصه بالتصفيات هنشوف المغرب اتعادل 1-1، او النتائج نفسها 1-0 1-1 كده، يعني الامور ما فيهاش بقى نتيجه 3-0 ولا 4-0 ولا 2-1. انا بس عايز الفت نظرك لحاجه، كل الانديه اللي لعبت يعني كل المنتخبات اللي لعبت امبارح على ملعبها كلها خسرت ما عدا مصر الحمد لله. بالظبط، الحمد لله الحمد لله طبعا. فاحنا بنتكلم بس في نقطه، هي النتائج مش هتبقى زي ما انت متخيلها يا فاروق، اللي هي 2-0 و3-0 والكلام من ده، حسب قوه المنتخب اللي قدامك. احنا بنتكلم امبارح كنا ممكن نزود الجون تاني، كنا ممكن نزود بالذات في خلال ربع ساعه اللي هي بعد الهدف الاولاني. كان عندهم مشكله هي كبيره جدا امبارح المنتخب السنغالي، اللي هي اول ربع ساعه عندهم توتر، وعندهم في استاد القاهره كان مرعب، والضغط الجماهيري امبارح كانت مؤثره بشكل كبير جدا، فهم كانوا خايفين. فدي النقطه اللي احنا كنا نقدر بعد الهدف كنا ممكن نقدر نجيب هدف ثاني. لكن يعني كمنتخب يا كابتن احمد كان لازم تستغل الوقت ده بالنسبه للمنتخب السنغالي عشان تقدر تحرز هدف ثاني، لكن غير كده كمنتخب هو منتخب منظم، وبالتالي على مدار منظم الفاروق، بس عنده مشكله كبيره جدا في نقطتين. النقطه اللي ورا عنده خط الدفاع بتاعهم اللي هو كوليبالي اللي هو بتاع نابولي قوي جدا ولاعيب مميز، بس عنده القوه مفرطه فاروق، خلي بالك يعني ممكن نعمل ضربات جزاء بسهوله جدا. شفنا حتى مرموش لما نزل هو سريع الحركه وعمل فنتين ثلاثه كان هيجيب جون. الحته اللي هم السيرت باكين عندهم فيها ضعف شويه اللي جاي نتكلم عليه. النقطة الثانية يا فاروق اللي هي اللي شايف اللي احنا امبارح كنا لازم بندوس فيها أكتر من كده، اللي بنتكلم عليها اللي هي الهجمات المرتدة بتاعتنا كانت أسرع من كده. هم كانوا مفتوحين امبارح وهم بيلعبوك في اللقاء، يعني أنت شفت مرموش لما نزل عنده السرعة شوية وعنده التحكم وعنده الجرأة، والجراءة ده يا فاروق لازم امبارح كانت عندها تبقى أسرع من كده كمان، كنا ممكن نجيب أهداف كتير امبارح يعني. طب أنا عايز أسألك برضه كابتن عشان بس